أيضا سريعا ننتقل إلى خبر آخر. طبعا أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسعى حاليا لدعم الحياة الكريمة للمواطنين البسطاء والفئات الأولى بالرعاية، وده من خلال تقديم الدعم المباشر بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات الداعمة للعمل الخيري في مختلف محافظات الجمهورية. الحقيقة مبادرة حياة كريمة اللي يمكن يعني اتكلمنا عنها امبارح باستفاضة، وكمان أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلا من المبادرات اللي بتتكاتف فيها الوزارات المعنية وعلى رأسهم طبعا الصحة والتضامن الاجتماعي. المبادرة حققت نتائج ملموسة في عديد من المجالات اللي بتصب في النهاية لتوفير حياة كريمة للفقراء. من خلال المبادرة تحرك سريعا على الأقدام فريق بسمة للإواء اللي بيجوب شوارع الزقازيق لتقديم وجبات ساخنة لأطفال الشوارع ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة لإنقاذ عدد من الأطفال وإيداعهم بدار للرعاية. الحقيقة مبادرة حياة كريمة بتلقى الاهتمام في جميع المحافظات بفعاليات كتيرة جدا، علشان كده وفرت شركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية بمحافظة بورسعيد سيارتين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور ضمن المبادرة أمام مبنى الضواحي. وطبعا بعد نجاح تجربة الضواحي الشركة كمان قررت أنها تقوم بدعم المبادرة بثلاث سيارات لتلبية احتياجات الجمهور من السلع الغذائية في بور فؤاد، وده طبعا هيكون بكرة بعد نجاحها بسيارتين أمام مبنى حي الضواحي. أكيد هيكون لينا متابعة لهذا الموضوع بشكل أكبر غدا والأيام القادمة.